في عوامل خارجية يطلعون. هي لها مؤثر على اللاعب. يعني أنت اليوم في استقرار بالأندية بمستوى كل الأندية ما في استقرار. اللاعب لا دور مهم. اللاعب من ناحية شوف تغذيته ما هي صحيحة. أنا أقول كان في لاعبين كان يجونك كل سنة ولا الصبح يجيك وهو قايم من النوم يتمرن لا لا ريوق ولا غدا. ثقافة عامة. شوف ثقافة. أنا ليش أقول في لاعبين إحنا بيتي الموسم في لاعبين قاعد يحوش مشد عضل من شنو؟ أوفرلود على اللاعب من شنو؟ ترى مو تمرين النادي ولا هذا. لا اللاعب قاعد يتمرن وياخذ جرات بهذا ويروح يلعب بالسكة. ترى 60% 65% من لاعبين الأندية كلهم قاعد يلعبون بالسكة. موضوع هذا متفرع يعني محمد صح كلامك بس موضوع متفرع ومتشعب. ليش؟ لأن أنت ما تقدر تقول لا أنا أقول لك يا ماجد لاعب نادي. أنت تقول أنا الحين ما أنا بالكثرة اللي تتكلم عنها. أنا قاعد أقول لك يمكن مو بالكثرة بس ماجد خلينا نكون واقعيين. واحد اثنين أي واحد اثنين أنا أقول 60 65% نعم نعم لاعب بالسكة. أنا أعرف أغلب اللاعبين قاعد ألعب. أنا قاعد ألعب الحين بالسكة. صعب لاعب نادي يجيك يمكن حتى ما يلعب وياه. انا ما بقول نسبه كبيره شوي 60% لا لا انا ما بقول لاعب قول 10% بس انا قاعد اعطيك النسبه ايا كان النسبه يا الربع. ما يصير احنا نحكم عليهم ان تنام كذا وتاكل كذا وما تلعب وانت اصلا مو معطيه حقوقه يعني بالنهايه. محمد الحين لو كله محمد اللي يشوفه لو كله على اللاعبين العيب اللاعب. انا لاعب افوز بالمباراه هذه مباراة اللي وراها مباراة اللي وراها ماكو دعم ماكو مادة. الحين كرة قدم مادة يا جماعة. كرة قدم الحين تكلم واقعية. خلك انت تلعب بروح وتلعب للشعار وتلعب نفسي ولا تلعب للكويت. كرة القدم هي مادة الحين مقصرين على اللاعبين. ندري احنا الكلام مقصرين على اللاعبين. انا كلاعب ادش الملعب افوز اول مباراة ثاني مباراة ثالث مباراة ماكو دعم ماكو شيء لي شيء طبيعي ينزل مستواي لان ماكو حافز ماكو احد يعطيني شيء. ما في طموح. روح العب يلا بس فزت خسرت نفس المستوى. يعني معناته لازم تكون متصدر انت عشان تاخذ مكان. وبالمقابل مو لازم مو لازم. فحيل شنو ما ذكرت الحين ابو محمد قال فحيل 9 مباريات و7 مباريات ما خسر. ليش؟ من اول ما قالوا لكم دعم مادي من مجلس الاداره رئيس النادي لا دور مو استثنائي لانه صار حدث يا جماعه لهم دعم.